يا كريم، ازيك؟ وبمسي على خالد وبمسي على كابتن بيتو. الله يخليك. اللي حصل، انت بتتكلم يعني مش عارف، انت عارف الاحداث اللي حصلت ولا لا؟ وهل تعلم ان في ناس من الالتراس الاهلاوي مات، ولاعيبه النادي الاهلي كلهم اتضربوا بما فيهم ابن شريف؟ وانا لسه قافل معاك تليفون من حوالي 5 دقائق، واخد اصابه جامده جدا في وشه. وسيد طبعا عبد الحفيظ حصل عليه اعتداء قوي جدا لدرجه انه اغمى عليه في الملعب، ومش عارف انا اللي بيحصل دوت، يعني لا امن نافع ولا شرطه نافعه ولا جيش نافع، انا مش عارف هنوصل لمرحله ايه. يعني فرقه خسرانه وانت كسبان تنزل تضرب الجمهور ليه؟ يعني انا بقول لك اهو، من دلوقتي الدوري ده لو كمل، فرقه بورسعيد لو جت مصر عشان تلعب النادي الاهلي هيتذبحوا كلهم، جمهور او لعيبه، بعد اللي حصل النهارده مع لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. فدي رساله تحذير انا بقولها. هو طبعا يا كابتن اكرامي المنظر مؤذي ومؤسف ومحزن، وكل التعبيرات الواحد ممكن يقولها، والواحد مش متصور يعني ليه الناس في بورسعيد بتعمل كده مع النادي الاهلي. يعني انا عايز اعرف، ده النادي الاهلي ده هو الرمز الامثل الموجود في الكره المصريه والرياضه المصريه. النادي الاهلي ده كل النجوم اللي موجوده في الملعب هي اللي عملت السمعه الطيبه، هي وبقيه الناس اللي في الفرقه الثانيه للكره المصريه خلال السنين اللي فاتت. كابتن اكرام الاتصال قطع يا كابتن. يعني عايز اقول